كان وياك بالحج؟ مو حمود، اسمه احمد. فرحنا شو اسمه حق دكتور الحمله، فقال له انت شو مسوي؟ قال له انا اليوم بس ماخذ يعني ثلاثه من مشروبات الطاقه. انا ايش فيه؟ ترى اسمه بي، اسمه بي، اسمه بي، زين. قال له انت قاعد تموت نفسك، ما قاعد تعطي نفسك طاقه. قال له ليش؟ عاد ذكر له تقريبا كل اللي قلناه تقريبا، زين، بس باسلوب علمي طبي، زين. بعدين شنو قال له؟ قال له لان جسمك تعود على هالمشروب، يعني المشروب هذا، فقال له الحين كل ما تشرب لا تتوقع ان هذا راح يعطيك طاقه، هذا راح يسحب منك طاقه. صح. انا كنت كذي ماسك القوطي حطيته، كنت مو مسوي شيء، مع ان انا مو شارب. لو شارب ممكن كان يعطيني بوش، ممكن، لان انا ما اشرب منه وايد. هو حتى مو بس كذي 24 ساعه كامله، مو بس كذي مضاره، يعني في بعض انواعهم، مو كلهم، يحطون فيهم انواع اعشاب. اخطر عشبه فيهم هذيلا اسمها جينكو بيلوبا. هذه رقصه اسبانيه، هذه بيلوبا. ما ادري هذه من وين جايبينها. عموما لها مفعول اسبرين، يعني حتى الدش مرات بتراكيب في شركات اسبرين، يعني يحطون هالعشبه داخل الحبوب. لما يزيد مفعول الاسبرين او مفعول مشابه للاسبرين بالدم، اي جرح بسيط ممكن يصير فيك يقوم ينزف دم اكثر من المعقول او اكثر من المفروض ينزفه هالجرح لو انت مو ماخذه يعني او شاربه مشروب طاقه واحد، عرفتي؟ فهالشيء حيل خطير، حيل خطير. انا وصلت يعني انا عادي قبل النوم اشرب مشروب طاقه واحط راسي وانام، ما ياثر لا كافيين لا. انت 24 ساعه تشربين مشروب طاقه؟ بس لا، انا قريت قصه بالانترنت الله اعلم، بس لازم على الاقل تبطئ، يعني على قاعد احاول اخفف بس وصلت يا ساره. هذه 24 ساعه دش بيها 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 بيها. أنا صارت لما وصلت، لأن جد قبل يومين أو ثلاثة أيام ما شربت ولا شيء، يعني لا مشروب، ما كافيين، ما دش جسمي، راسي صداع صداع صداع. يعني شفتي لازم كافيين، إدمان صدق، أدى شربي قهوة صار إدمان. قمت أشرب إنه خلاص بدال مشروب الطاقة لازم أسويها إنه على أي شيء ثاني، نسكافيه أو شيء ثاني. أنا ما أقدر أحط ميك أب، لازم تعالجوني. أنا ما صارت مدمنة سارة، ما صارت موقف معين حق ناس نفس أنا. لحظة بس ثواني قبل موقف سارة، شنو ما صار؟ ثواني ثواني، انت ولا انا بشرب طاقه معين. شنو ما تعرفين تحطين ميك اب ولا شنو؟ ولا شيء، تفضل. لا قولي، حلفتك تقولين. لا تجاوبيني. تقول ما اعرف احط، ما اوكي اوصل هني البقاله، هني القناه، لما ادش القناه اشوف البقاله ما اوقف، ما اشتهي مشروب الطاقه. من ادش غرفه الميك اب، مريم دق على البقاله، مريم تو قبل الهواء خمس دقائق، يعني تحتاجين تركيز قدام المرايه. ما يسوي شيء، بس خلاص تعودت اني احط جلاس ثلج. مريم قومي غسلي الهدوم. مريم بس تدرون، خليني اقول لكم شيء، قومي طقي هوتي. ما حد عنده رقم البقاله غيري، شو نسوي بعد؟ لما اقوم من النوم واشتهي اني اشرب مشروب طاقه، طعمه غير لما اكون ماكله وقاعده عادي، تدرون؟ اي لان عريض، ما اقدر اكمله كله، صدق طعمه غير. حتى لو ماكله كيت كات، لو ماكله مثلا ساندويتش، لو ماكله مثلا بطاط، ما اقدر، غلط. لان اساسا هو غلط، هو اساسا احنا ندري انه هو غلط، بس احنا مستمرين على الغلط لان تعودنا. زين تدرون شنو اكثر؟ ساره انت كنتي ما عجبك انت اللي صراحه اقول لك اياها. انا كنت بقول شنو صار لك موقف معين ناس عارفينهم وشيء ما عندك موقف معين؟ هذه الاشياء رفيجي، قولي موقف رفيجي. اوكي، اللي يخليك تستغرب شنو؟ ان حاله حال باكيتات الزقاير يكتبون عليهم ان التدخين سبب رئيسي للسرطان والشرب. بلا بلا بلا. الحين قاموا يكتبون على القوطي، هم اصلا يكتبون على القواطي هذه، ان اللي حامل لا تاخذه، اللي فيه حساسيه، اللي فيه ما شنو، اللي فيه ما شنو، انه لا ياخذه. يعني انتم شايفينه في وايد تحذيرات عليه. ايوه يشربه. اي برضه. تيو تشربه، ليش ايوه يشربه؟ تدرون شنو اللي فخم هالمواضيع هذه؟ مشروبات الطاقه ضخمه. اي يعني انه صدق اعطاها فخامه زياده عن اللزوم، وانه ضخمها واعطاها شيء حجم كبير. يعني ابطال العالم اللي كانوا مثلا حق الراليات، او ان ابطال عالم كره القدم. أيوة. او هذا صح، هم اللي يستخدمونهم انه يكونون هم اللي يعني مثلا يابوا كريستيانو رونالدو حق احد الدعايات. خلوه يلعب ويطقطق، شوف من معجبين كريستيانو رونالدو كم واحد بالعالم؟ فوق الملايين. فلما يشوفونه ماسك قوطي، شفت؟ يابوا مثلا مايكل شوماخر حق نوع من الانواع المشروبات الطاقه، انه هو وايد محبوب وسبيد وما شفت. يعني معقوله انا الحين بشرب القوطي هذا بصير انه انا والله سبيد ودرايف؟ واحد ما يعرف يشوت الكره، ما يعرف يشوتها، وصارت هبه. يروح يعني يشرب لك هذا، يقول لك الحين خلاص صارت هبه، ويقول لك للعقل والذهن.
وهذا هو تاثير على يموت العقل والذهن بس انا ظاهر عكسها صارت هبه ترى نواف حمود لا لها علاقه بالطعم ولا انه بطاقه ولا شيء صار الواحد اجباري صحي بقى انا لما اشوفها اقول ام افتحها اشربها بغير رأي اي بس صارت هبه الحين عادي الواحد يدش الافنيوز ولا يدش مارينا مول ولا يدش اي مكان لازم يوزعوها بلاش لازم يروح بقاله ولا يروح مثلا سوبر ماركت لازم يتمشى داخل المجمع ماسك يعني بالدور انا بيشرب الحين يعني انت من ساعه من سالني مهرجانات خاصه بعد عن موضوع النادي وتي والتمرين تي يعني انا ما استخدم مشروب الطاقه حق النادي وبحياتي ما خذيته هالسوق يعني ما خذيته على اساس ان انا ادش نادي بس اني انا دائما يعني اقعد اذا قعدت الصبح او الظهر تي اتريق يعني اكل لي وجبه حلوه زين تكون شيء يعني زين يعطيني باور وبنفس الوقت جيوس او حليب عشان يفيدني هذا يفيدني حق التمرين صح لكن غيرك يعني انا مستغرب صراحه بدور يدش معاه الريد بول وما تدري اذا هو ماكل ولا مو ماكل انزين وقاعد يشرب اثناء التمرين مو شرط ريد بول حتى يعني كذا يعني كذا هو انا ما قاعد اقول انه بس هذا كذا مشروب طاقه فتشوفونهم انه يعني داشين انه يعني هل هذا الحين اللي راح يعطيك الباور انت تتوقع هذا صح ولا لا غلط طبعا لا غلط كل اللي ذكرناه ولا الحين نتساءل مره يا بس نتساءل يعني يا مشاهدينا يعني عرفت نواف يعني انت انا يعني قاعد يعني امرات افكر فيها انه يعني صدق ان هذا الحين قاعد يعطيه باور او انه صدق يعني انه مره يا بس خليني اقول لكم شغله كمنظر يعني اي يعني من يمسك الرد بيقول اي انا كول يعني يعني انا هيلثي وانا صحي وانا ماشي انا تعبان تعرف الاولاد اللي اشتكوا انا تعبان لا مصدع ابغى باخذ رد ولدي مره جابت لنا وحده مشروب من امريكا مشروب طاقه من امريكا شوفوا انا جبت لكم مشروب طاقه مو تقولوا لي المشروبات طاقه اللي انتم تشربونها اي قاموا يدورون والله اذا شربتوه شنو الاقوى ابي ما تنامون يوم من سجاه ما راح تنامون يومين وراح تصير فيكم طاقه مو طبيعيه وبس تضحكون شنو هالمشروب طاقه طعمه لذيذ احنا شنو كنا حاجزين بالليل فيلم مع امي الساعه 12 قصدي اذا ما نمتوا كلكم لحظه خليني اقول لك السالفه الحين انا وتهمتي حطيناه بالجنطه هي رفيجتها جابت لها اياه قاعد نتهاوش بنروح فيلم مصري فان ملاقتنا لما نضحك على اي شيء حتى لو فيلم ما يضحك احنا نضحك فقلنا شنو هذا مو يضحكنا فنصجنا فخلنا ناخذه معنا ونحطه بالجنطه وقاعد نتهاوش من اللي تشربه اول بس انا ما خل نشربه ما سوى ولا شيء وانا قاعد اضحك على شنو قاعد اضحك ان المشروب ما سوى شيء هو انا وطعمه مو حلو شوف دقيت على رفيجات خليتهم يتهاوشون شيشت عاد هني شنو هذه تكزرها عليك عبالك انت غبيه ولا شنو قاعد قط على قطتها بشبدك وهي ما تبي شو تقول اذا تبون منه راح اجيب لكم منه كرتون اطلب لكم منه اي كرتون اي طلبيه انا اقول لك وايد وايد دخلت الموضوع انه هو تلقينا صدق ترى يمكن يكون قوي ويقوي الحصان على حيله بس ما يفيد بالكويتيين هني او الناس اللي قاعدين لانه خلاص صار والله ما يسوون شيء لا انا ان شاء الله بدور تدري انت اكثر الناس اللي يستخدمون المشروبات اللي هي الطاقه منه الطلاب اللي يكون عندهم امتحانات ترى هو يعني هو انت قاعد ترهق نفسك وسهران ومواصل شوفي الشيء اللي قاعد يعطيه شيء غلط انه قاعد يشرب مشروب طاقه ورا مشروب طاقه وعلى قولنا شو يقول خلاص كلها ساعتين وراح يعني يشق النور واروح الامتحان وانا امتحن وماكو اجيب علامه كامله يوصل الامتحان من كثر ما صار عنده اوفر بالمشروب الطاقه هذا جسمه ما يعني 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 ما له خلق يتحرك ويقعد كذي بالامتحان يتخذ تسالينه سؤال تقول يا شيخ ما ادري اكل فول نسيت كل شيء بصي معلش تشتغل بالفول ردنا شغلت لنا اياه عضو عصر بص يا مسافرين انا خلقت من سارة القديمه سوي لنا فول نخرج فاصل ونرجع بعد شوي نواصل مو مضربة انا تعال انت الفول الفول بتقول حد سارة القديمه يلا لسه راجعين معاكم من الفاصل وبعدين في موضوع بس حبيت اكلمك عن الكافيين انه احنا العرب عندنا عاده انه قبل الاكل وبعد الاكل لازم القهوه والشاي والقهوه التركي اي طبعا هذه الاشياء احنا لازم نتكلم عنها و نشوف يعني انا لازم ابدل المشروبات الطاقه بقهوه لا حتى قهوه ما عليها لا شوفي إيه هذه المشكله شوفي احنا عندنا بالعرب هني الواحد لما يخلص الغداء لازم استكانه شاي
بس تعرف انه الشاي بعد الاكل على طول يكسر الحديد. يكسر الحديد يسوي شويه، مو وايد، شويه سوء هضم يعني، تقريبا اقل من ربع. الشاي تسوي هضم فيه هو اي بس الشاي، بس الشاي الاحمر او الاسود، اسود احمر هو يعني، بس الاخضر والابيض نهائيا ما له شغل بهذا. انت قلت عنه يعني شو اسمه طبيعي وبنفس الوقت ما يضر صح الشاي الاخضر ولا هذا والابيض. الشاي الاسود استحسن انه ما يشرب الا بعد نص ساعة الا ربع، يكون شوية انهضم هذا. بس على الكافيين الحين الواحد بالذات ورا الغداء، لو الواحد يبي يشربه ورا الريوق ما يخالف، لو يبي يشربه ورا العشاء ما يخالف، بس حزة الظهر هذه تكون قيلولة يعني، الواحد شوية يبي يرتاح فيها، ما يبي يصير فيه ارق. قصدك القهوة ولا الشاي؟ القهوة والشاي. بس الشاي ما يصحصح. لا يصحصح الشاي متروس كافيين. من المنبهات. من المنبهات. كلش ما يأثر فيني. أنا ماكو شيء يأثر. أنتي ورا الحلقة اللي قاعدة معاك. بدوه بسوي لي تحليل الدم اليوم. على كلام سارة إنه صدق عندنا إحنا يعني مثلاً لو تلاحظون مو يعني مو أنتوا، خلينا نقول أهلكم الكبار أكثرهم لما يقعدون على الريج لازم فنجان قهوة. إيه. هذه معروفة. أو مثلاً إذا بعدها مثلاً شرب قهوة. يعطي نفسه بعد ساعه ساعه ونص يرد قهوه مره ثانيه. انزين او مثلا راح الدوام قهوه شاي الاسود، هذا قهوه لدرجه ان مساكين اذا ردوا من دوامهم او انه شيء ما ينامون. شوفوا كذي ليش مو نايم. انا شرب وايد قهوه، نكتب طافي القهوه العربي هذه ما تخليك تنام اصلا. هذه إيه؟ تقتلني، احبها ورا بعض احطها في كاسه كبيره. هذه تدرين اكثر شيء يعني احنا اكثر شيء نشربها برمضان. ليش؟ لانه مع الحلو مع هالسوالف الجيم بعد الفطور. انزين تشوفين انت في عندك وايد سوالف فيها سويت، فتضطر تكسرها بشيء صدق انه يكون مر. كل يوم بعد حر على انت ما تنامين. انا ما كنافه ما كان. خل اقول لكم صح ولا لا؟ بدو بقول لكم قصه. نقرا مشاركات. مشاركات كلش ما قرينا. انا اسف. لا زين عشان ما انطق غلا. كيوت تقول تقول كولي كولي تقول عيوبه اكثر من فائدته. المشكله ان الواحد يدمنها واخوي عمره 8 اشهر يموت فيها. شنو يشربونه يا بالمشهور. زين دوبه انثى تقول اما انا مدمنه هذه المشروبات والله خلاص احبها. يعني هي وصلت مرحله نفسها صار خلاص يعني. بس هذه انت نفس فهمتني. زين المهم على كملوا انا ما شاء الله. قولي سالفتك علشان اكمل انا موضوعي. مره كنا مسوين قاعده عندنا في البيت وواحد من اصحابنا جاب بنته صغيره لسه عمرها 8 شهور لسه بدات تمشي تمسك كذا على الطاوله، وكان الفنجان الشاي كبير. الام سويت لها اياه وحطت لها سكر ومخليته يبرد. يا سلام. البنت عرفت خاص الشاي مسكت تشرب وتبكي الا تبغى واحد ثاني. انا بلمت. انا جيت انا حاطه نمبر 2 على ما عندي المواضيع هذه. بس ان اشوف التعويض منهم صغار يعني من هي صغيره منهم صغار قاعد يعودونهم يشربوا قهوه ويشربوا شاي. بصراحه يعني ايست في واحد اسمه ايساني خالد يقول وانا بعد اشرب من 3-4 اليوم. يعني الحين اليوم الناس في مرحله الادمان. شنو يشرب 3-4 مشروب طاقه باليوم. يعني انا اقول لو تجيب لك حصاله وتجمع فيهم فلوس هذين اللي قاعد تشربهم كل يوم تطلع لك اخر الشهر يعني بربع معاش. بتدور على طاري شو اسمه يعني ان انت شوف مبلغ سعر المشروبات الطاقه هذه. ايه؟ اول ما بلشوا فيها بالكويت يعني تقريبا خلينا نقول كان ارخص من الحين بوايد. من 4-5 سنين كان تقريبا سعره من 250 فلس. ايه؟ لي يعني بعدين 280-290 بعدين وصل 350 بعدين 500 فلس وصل 600. اعطوها بعد سنه توصل يوصل قوط دينار يعني عادي. ما في نوع من هالانواع نزل على طول بمركز سلطان والجمعيات اول ما نزل 990 فلس. خل اقول لك شغله بدر. انا امي دينار. امي حطت قانون بالبيت انه ما في ولا مشروبات غازيه تدش ولا مشروب طاقه يدش. وشنو قاعد تقول لنا؟ قاعد تقول لنا يعني انا مو مستخسره ان انا اجيب لكم اياه. هو اساسا يعني العصاير يعني انه يعني في عصائرنا يعني اغلى وفي عصائرنا ارخص، بس انه هو يعني المواد اللي فيه هو وايد ضاره. يعني ترى الحين امي قبل ما اخواتي يروحون المدرسه لازم تحلف كل واحده فيهم انه ولا واحده فيها تحط بحلجها مشروب طاقه. إيه؟ لان يعني خلاص انك هم يعني بعمر مراهقه ويبون لازم يسوون كذي الامهات والابهات. وترى اذا امك يبون يشوفون عمر مراهقه يعني مثلا الولد خالي الصغير اقول لها هاك مشروب طاقه يكون بخاطره يروح حق امه. يما عادي لا انزين يما شويه واحنا واحد ورا الثاني. انا مش تقول اقول البيت سعره 300 فلس، العصير كم سعره؟ نص دينار. انا اشتري لك عصير انه هو اغلى ولا انه اجيب لك هذا البيبسي تزحف ترى حق الامهات والابهات اللي قاعدين يحاولون يدخلون العصاير ترى مو اي عصير يعني مفيد.
في عصاير تلقين المواد الحافظه والالوان لازم تكون. اي يعني مضرته نفس مضره المشروبات الغازيه. يعني العصير الفريش اللي يكون مكتوب نسبته يعني 100% طبيعي. خلي نشوف الماركات زينه بس يعني باختصار. افراح فهد تقول مسكينه طبعا هي تندرج من المدمن يعني من اللي صارت مني تقول انا جتني حاله زين مدمنه مشروب معين.